بسم الله الرحمن الرحيم. طلبت فايتو كيمستري 2 بنكمل the bitters or bitter principles. وقلنا انه البيترز have no common structure but they are of different groups or different compounds, but to some extent are classified to major into two major groups, which are the terbinoid bitters with the non-terbinoid bitters. من non-terbinoid bitters هنقسمهم إلى بقى زي ما قلنا قبل كده إلى مجموعات، أولهم الفينوليك بيترز. الفينوليك بيترز عندنا الإكزامبل بتاعنا الهوميولون واللوبيولون. الهوميولون ده عبارة عن ألفا لوبيولينيك أسيد، واللوبيولون عبارة عن بيتا لوبيولونيك أسيد. هم موجودين فين؟ source of these compounds. هوميولون and لوبيولون are the chief constituent of the dried strobiles، يعني هم المواد الأساسية اللي موجودة في الفروتس بتاعة النبات اللي اسمه هوميلاس لوبيلاس. يبقى the chief constituent of the dried strobiles of هوميلاس لوبيلاس اللي هو which has a common name hops. The bitterness of the plant or the strobiles due to this homeolon, lobulon and about 10% of resin. يعني هم موجودين في مع الريزن، يعني الريزن يعتبر هو اللي بيحتويهم. الستراكشر بتاعت هذه المركبات structure of these compounds are crystalline fluoroglycinol derivative. They are fluoroglycinol derivative. يعني النيوكلس بتاعهم أصلا fluoroglycinol. الألفا أسيد هو الهوميولون والبيتا أسيد هو اللوبيولون. قبل ما نبص قبل ما نروح للديتكشن، الأو اتش دهيت is phenolic لأنها مع هذه الرينج اللي هي الأروماتيك، فالأو اتش ديت فينوليك. فينوليك وقلنا الفينوليك كومباوندز دايما بتدي كولر مع الفيروكلورايد، دايما بتدي كولر مع الفيروكلورايد زي ما شفنا قبل كده مع الميكونيكات. هنا التست فور ايدنتيفيكيشن ذا الكوهوليك سوليوشن اوف هوميولون gives the reddish violet color with alcoholic vericulite solution being phenolic. Give reason to all انه phenolic being phenolic. It uses homeolon and lobulon contribute to the bitterness of hops. يعني هم اللي بيدوا الهوبس الطعم اللي هو ايه مميز له البيتر ده والبيتر استوماشيك بقى وكده. وإن هم used are aromatic bitters، بنحط بعض المركبات اللي هي زي الهوبس ده والكونستيتونس بتاعته تدي مرارة بسيطة كده بكمية بسيطة للأشربة فتدي لها طعم مقبول، ولهم mild sedative action. الهوبس معروف mild sedative action ان هما بيستخدموا في المانيفاكتشر اوف بير علشان يدوا ايه الطعم المميز لها، تو امبروف ذا تيست وفليفرنج ايجنت. الهوميولون بقى لوحده وجد ان له بكتيريوستاتيك اكتيفيتيز، هاز بكتيريوستاتيك اكتيفيتيز. الكرومون بيترز عندنا من الكرومون بيترز، الكرومون يعني نيجي كده هو هنا المجموعة دي اسمها بايرون، ألفا بايرون، والمجموعة دي اسمها جاما بايرون، ديت أورثو هي ودي هي
بارا الفا بيرون. المجموعة دي اسمها الكومارين، والمجموعة دي اسمها الكرومون. فالكومارين برضو قرصه اهي، والكرومون بارا اهي. لما يعني يخش بقى مع هذه المجموعة اللي هي الكومارين ده، هي الكرومون ده هي الأول، خش معاها فيورانو جروب، تبقى فيورانو بنزو ألفا، قصدي جاما بايرون، فيورانو بنزو جاما بايرون. هي ديت الايه الكرومون، اللي هي النيوكلس الاساسي بتاع الكرومون، اللي منه الخلين والفيزناجين والخلول. احنا هنحفظ هذه الاستراكشرات يا جماعه، قلنا مهم جدا، تيست فور ايدنتيفيكيشن. الخلين هنتكلم عن التيست فور ايدنتيفيكيشن بتاعه، ونقف هنا علشان الفيديو يسمح لنا بالتسجيل. الفيديو القادم هنتكلم عن التيست فور ايدنتيفيكيشن اوف خلين. في هذا الجزء من المحاضرة اللي ابتدينا فيها قلنا كرومون بيتر برينسيبلز، اللي هم الخلين والفيزناجين، وشفنا الاستراكشرات بتاعهم، هم نحفظهم. هنقول التيست اللي نتعرف بيه على الخلين، كيميكال تيست. الاول هناخد فيو كريستالز من الخلين ونضيف عليهم سوليد بوتاسيوم او صوديوم هيدروكسيد، نعمل تريتوريت كده بسيط، نعمل لهم تريتوريشن مع بعض كده في جفنة، هيدوني روز ريد، هيديني روز ريد كولر اللي هو الخلين، انتنس انتنس روز ريد كولر. و التس ده ما بيديش مع البوتاسيوم كروميت ولا الصوديوم كربونيت، بيدي مع الصوديوم او البوتاسيوم هيدروكسيد بس، وسوليد كمان، ويدي سوليد لانه احنا لو عملنا التست ده نفسه هو على الفيزناجين، فبيديني فينت ريد كلر، وده بيبقى الفرق، بنقدر نفرق بين الخلين والفيزناجين. لو خدنا فيو كريستالز من الخلين في بورسلين ديش وحطينا عليها دروب من السلفوريك اسيد او من الفوسفوريك اسيد، يديني ريدش اورنج، يبقى الخلين مع السلفوريك او الفوسفوريك يديني ريدش اورنج، ويتحول هذا الريدش اورنج تو برايت يلو اون اديشن اوف 2 تو 3 دروبس اوف ووتر. يبقى ده التست الثاني. التست الثالث هناخد حوالي 1 ملي من النيتريك اسيد، محضرين 1 to 1 يعني 50% يعني مع المي، هنحط هذا النيتريك اسيد تو فيو ملي جرامز اوف خلين في بورسلين ديش برضو، ثم اد 5 ملي اوف صوديوم هيدروكسيد سوليوشن يديني فايولت كلر. طيب بعد كده برضو فيو كريستالز اوف خلين اد ايكوال فيو كريستالز اوف خلين اد ايكوال كوانتيتي اوف نين هيدرين، وبعد كده نضيف عليها من 2 لـ3 دروبس من كونج سلفوريك اسيد، ديني ايمرالد جرين كولر از بروديوس. الفيزناجين احنا قلنا اخو الخلين هو الفيزناجين، وبرضو الاتنين يا جماعه موجودين في الامي فيزناجه، الاتنين بيبقوا في الامي فيزناجه. الخلين ده مهم جدا واستخدامات مهمه جدا، وفي الصيدليه له بريبريشنز كتير، يعني اقراص وحقن وفوار ولبوس، لان استخداماته كثيره.
الفيز نجيم بقى قلنا ان هو بيفرق عن الخلين بالبوتاسيوم هيدروكسيد يديني فينت روز ريد كولر. الخلين بقى نتكلم عنه، بلاش نحفظ الايه الميلتنج بوينت كذا ومش عارف ايه، هنقول ان هو سولوبل ان كلوروفورم اند الكول والسولوبل ان ايثر، وبيبقى سبرينج سولوبل ان بتروليوم. برضه ما تحفظش هذه الايه السوليبيليتيز، يعني بنعفيك منها. الفيزناجين بيبقى يعني ثريد لايك نيدلز وفريلي سولوبل في الكلوروفورم، برضه ما تحفظش الايه السوليبيليتي ولا كذا ولا كذا. اليوزس بقى المهمة هنا بقى الخلين، قلنا ان هو افيلبل ان تابلتس وانجكشن وسبوزيتوريز ومش عارف ايه، وان هو باستخدامه بقى او ال يستخدم كسيلكتيف كوروناري فازو دايليتور في حالة الانجينا بيكتوريس، بيوسع الاوعية الدموية اللي رايحة للقلب فينقذ الايه المريض من هذه الحالة، ثم انه بيوسع برضو البرونكاي الشعب الهوائية، يقوم ايه يستخدم في حالات الازمة الربوية والكحة اللي هي بتبقى تقفل الايه الشعب الهوائية، ويستخدم في ايه ما احنا قلنا عشان هو سيلكتيف كورونري فازودايليتور، انه ان هو في الانجينا بيكتوريس، وعشان هو بيعمل دايلاتيشن للبرونكاي فيستخدم في البرونكيال أزمة، وهو بيعمل ايه ريليف الكيدني سبازمس، يعني في حالة الكيدني سبازم خلين ريليف الكيدني سبازم بالمغص الكلوي الشديد. isolation of خلين and فيزناجيل، قلنا الاتنين موجودين في الاميفيزناجا فروتس، ثمار الاميفيزناجا. طب ازاي بنحضرهم؟ ازاي بنفصلهم من بعض بقى؟ اللي الاتنين موجودين الخلين وفيزناجيل، قلنا ان هم اولا ناخد البودر، ازاي بقى بنفصلهم من بعض وازاي بنحضرهم؟ السكيم ده ذاكره كويس، مش هطلب منك انك تقول لي سكيم على بعضه، انما هبتدي هبقى ايه اقول اسئله كده اعتمادا على انك عارف السكيم كويس. اولا البودره بتاع الاميفيزناجا بنعمل لها اكستراكشن ويز ايثر، يعني نجيب البودره ننقعها في ايثر وبعدين نفلتر وناخد الايثر. الايثر ده بيحتوي على الايه الخلين والفيزناجين. الايثر ده نعمل له ايه كونسنتريشن، نركزه ثم نحطه في تلاجة ونبيته في تلاجة كول ان ريفريجريتور، هنبيته في تلاجة في يعني حاجة زي ميجرينج سلندر كده، يعني علشان تعمل لي ايه ليرز فوق بعضها زي ما هنشوف كده. فهنجد انه تاني يوم هنلاقي ان عندي ابر لاير لونها جرين وهي اويلي، يعني هي هنلاقي الطبقه اللي فوق زيتيه ولونها جرين، الطبقه اللي في النص كريمي يعني فاتي ولونها كريم كريمي، الطبقه اللي تحت بقى بتبقى كريستال لاين كريستالز واقعه تحت في الطبقه الثالثه بقى تحت خالص تبقى جرين كريستال لاين، هي دي اللي احنا هناخدها عشان نفصل منها الخلين والفيزناجين. يبقى الاولانيه والتانيه دي ايه يعني ريجكت، وناخد هذه الطبقه اللي هي الجرين كريستال لاين. ناخد الكريستالز ديت نعمل لها ايه ريبيت كريستال لاين من ميثانول. يعني ايه ريبيت كريستال لاين من ميثانول؟ يعني ناخدها ندوبها في اقل كميه من الميثانول بالتدفئه كده ثم نسيبها تبرد، الميثانول هنجد ان هو ايه اترسب منه كريستالز لما نسقعه اللي هي الايه الخلين، وبعد كده هو هيبقى في المذر ليكر السائل بقى. احنا خدنا الكريستالز اللي وقعت، هناخد المذر ليكر السائل ده اهو
ونجففه تو دراينس لحد ما نشيل الايه الميثانول خالص. وبعد كده اخد الدراي اكستراكت ده ارجع ادوبه في بنزين، واخد البنزين سوليوشن ده هو الذي يحتوي على الفيزناجين وتريسز من الخلين، واعمل له ايه، احط عليه بتروليوم ايثر على السوليوشن ده هو، وكل فلتر هيتوقع الكريستالز بتاعه الايه كريستال من الخلين. برضو يعني هنا هنركز برضو هيبقى في كريستالز من الخلين، ويبقى في ونفلتر ويبقى في فلتر. الفلتر ده بقى هو اللي فيه الفيزناجين، يعني نجفف هذا السائل وهنحصل على الفيزناجين. بس بنعمل له ايه دراينج وريكريستالايز فروم ريكريستالايزيشن فروم ثون، يعني ننشفه وناخده ندوبه تاني في اقل كميه من ميثانول بالتدفئه، ونسيبه يبرد، نلاقي الكريستالز بتاعه الفيزناجين اتفصلت، وهو ده طريقه فصل الايه الخلين عن الفيزناجين. ونقف هنا عند هذا الجزء. في هذا الجزء من المحاضرة اللي ابتدينا فيها قلنا كرومون بيتر برينسيبلز اللي هم الخلين والفيزناجين، وشفنا الاستراكشرات بتاعهم هم نحفظهم. هنقول التست اللي نتعرف بيه على الخلين، كيميكال تيست. الأول هناخد فيو كريستالز من الخلين ونضيف عليهم سوليد بوتاسيوم او صوديوم هيدروكسيد، نعمل تريتوريت كده بسيط، نعمل لهم تريتوريشن مع بعض كده في جفنة، هيدوني ايه روز ريد، هيديني روز ريد كولر اللي هو الخلين انتنس انتنس روز ريد كولر. و التست ده ما بيديش مع البوتاسيوم كروميت ولا الصوديوم كربونيت، بيدي مع الصوديوم او البوتاسيوم هيدروكسيد بس، وسوليد كمان ويدي سوليد، لانه احنا لو عملنا التست ده نفسه هو هو على الفيزناجين فبيديني فينت ريد كلر، وده بيبقى الفرق، بنقدر نفرق بين الخلين والفيزناجين. لو خدنا فيو كريستالز من الخلين في بورسلين ديش وحطينا عليها دروب من السلفوريك اسيد او من الفوسفوريك اسيد يديني ريدش اورنج، يبقى الخلين مع مع السلفوريك او الفوسفوريك يديني ريدش اورنج، ويتحول هذا الريدش اورنج تو برايت يلو on addition of 2 to 3 drops of water. يبقى ده التست التاني. التست التالت هناخد حوالي 1 ملي من النيتريك اسيد محضرين 1 to 1 يعني 50% يعني مع المية، هنحط هذا النيتريك اسيد تو فيو ملي جرامز اوف خلين في بورسلين ديش برضو، ثم اد 5 ملي اوف صوديوم هيدروكسيد سوليوشن يديني فايولت كلر. طيب بعد كده برضو فيو كريستالز اوف خلين اد ايكوال فيو كريستالز اوف خلين اد ايكوال كوانتيتي اوف نين هيدرين، وبعد كده نضيف عليها من 2 لـ3 دروبس من كونج سلفوريك اسيد ديني ايمرالد جرين كولر از بروديوس. الفيزناجين احنا قلنا اخو الخلين هو الفيزناجين، وبرضو الاتنين يا جماعة موجودين في الامي فيزناجة، الاتنين بيبقوا في الامي فيزناجة. الخلين ده مهم جدا واستخدامات مهمة جدا، وفي الصيدلية له preparations كتير، يعني أقرص وحقن وفوار ولبوس لأن استخداماته كثيرة.
الفيز نجيم بقى قلنا ان هو بيفرق عن الخلين بالبوتاسيوم هيدروكسيد يديني فينت روز ريد كولر. الخلين بقى نتكلم عنه، بلاش نحفظ الايه الميلتنج بوينت كذا ومش عارف ايه، هنقول ان هو سولوبل ان كلوروفورم اند الكول والسولوبل ان ايثر، وبيبقى سبرينج سولوبل ان بتروليوم. برضه ما تحفظش هذه الايه السوليبيليتيز، يعني بنعفيك منها. الفيزناجين بيبقى يعني ثريد لايك نيدلز و فريلي سولوبل في الكلوروفورم، برضو ما تحفظش الايه سولوبيليتي ولا كذا ولا كذا. اليوزس بقى المهمه هنا بقى الخلين، قلنا ان هو افيلبل ان تابلتس وانجكشن وسبوزيتوريز ومش عارف ايه، وان هو باستخدامه بقى او ال يستخدم كسيلكتيف كوروناري فازو دايليتور في حالة الانجينا بيكتوريس، بيوسع الأوعية الدموية اللي رايحة للقلب فينقذ الايه المريض من هذه الحالة، ثم انه بيوسع برضو البرونكاي الشعب الهوائية، يقوم ايه يستخدم في حالات الأزمة الربوية والكحة اللي هي بتبقى تقفل الايه الشعب الهوائيه، ويستخدم في اي ما احنا قلنا عشان هو سيلكتيف كورونري فازودايليتور، انه ان هو في الانجينا بيكتوريس، وعشان هو بيعمل دايلاتيشن للبرونكاي فيستخدم في البرونكيا الازمه، وهو بيعمل ايه ريليف الكيدني سبازمس، يعني في حالة الكيدني سبازم خلين ريليف الكيدني سبازم بالمغص الكلوي الشديد. ايزوليشن اوف خلين اند فيزناجيل، احنا قلنا الاتنين موجودين في الاميفيزناجا فروتس، ثمار الاميفيزناجا. طب ازاي بنحضرهم؟ ازاي بنفصلهم من بعض بقى ان الاتنين موجودين الخلين وفيزناجيم؟ قلنا ان هم اولا ناخد البودر، ازاي بقى بنفصلهم من بعض وازاي بنحضرهم السكيم ده؟ تذاكره كويس، مش هطلب منك انك تقول لي سكيم على بعضه، انما هبتدي هبقى ايه اقول اسئله كده اعتمادا على انك عارف السكيم كويس. اولا البودره بتاع الاميفيزناجا بنعمل لها اكستراكشن ويز ايثر، يعني نجيب البودره ننقعها في ايثر وبعدين نفلتر وناخد الايثر. الايثر ده بيحتوي على الايه الخلين والفيزناجين. الايثر ده نعمل له ايه كونسنتريشن، نركزه ثم نحطه في تلاجة ونبيته في تلاجة كول ان ريفريجريتور. هنبليته في تلاجة في يعني حاجة زي ميجرينج سلندر كده، يعني علشان تعمل لي ايه ليرز فوق بعضها زي ما هنشوف كده. فهنجد انه تاني يوم هنلاقي ان عندي ابر لاير لونها جرين وهي اويلي، يعني هي هنلاقي الطبقة اللي فوق زيتية ولونها جرين، الطبقة اللي في النص كريمي يعني فاتي ولونها كريم كريمي، الطبقة اللي تحت بقى بتبقى كريستال لاين كريستالز واقعة تحت في الطبقة التالتة بقى تحت خالص تبقى جرين كريستال لاين. هي دي اللي احنا هناخدها عشان نفصل منها الخلين والفيزناجين. يبقى الاولانيه والثانيه دي ايه يعني ريجكت، وناخد هذه الطبقه اللي هي الجرين كريستال لايم. ناخد الكريستالز ديت نعمل لها ايه ريبيت كريستال لايم من ميثانول. يعني ايه ريبيت كريستال لايم من ميثانول؟ يعني ناخدها ندوبها في اقل كميه من الميثانول بالتدفئه كده، ثم نسيبها تبرد. الميثانول هنجد ان هو ايه اترسب منه كريستالز لما نسقعه اللي هي الايه الخلين، وبعد كده هو هيبقى في المذر ليكر السائل بقى. احنا خدنا الكريستالز اللي وقعت، هناخد المذر ليكر السائل ده اهو
ونجففه تو دراينس لحد ما نشيل الايه الميثانول خالص. وبعد كده اخد الدراي اكستراكت ده ارجع ادوبه في بنزين، واخد البنزين سوليوشن ده هو الذي يحتوي على الفيزناجين وتريسز من الخلين، واعمل له ايه، احط عليه بتروليوم ايثر على السوليوشن ده هو، وكل فلتر هيتوقع الكريستالز بتاعه الايه كريستال من الخلين. برضو يعني هنا هنركز برضو هيبقى فيه كريستالز من الخلين، ويبقى في ونفلتر ويبقى في فلتر. الفلتر ده بقى هو اللي فيه الفيزناجين، يعني نجفف هذا السائل وهنحصل على الفيزناجين. بس بنعمل له ايه دراينج وريكريستالايز فروم ريكريستالايزيشن فروم، يعني ننشفه وناخده ندوبه تاني في اقل كميه من ميثانول بالتدفئه، ونسيبه يبرد، نلاقي الكريستالز بتاعه الفيزناجين اتفصلت. وهو ده طريقه فصل الايه الخلين عن الفيزناجين. ونقف هنا عند هذا الجزء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة فايتوكيمستري 2، هذا هو الجزء الأخير من البيترز. كنا اتكلمنا عن إنه عندنا النانتربينويد بيترز، الفينولكس وكرومون و الكومارينز. هنتكلم عن دلوقتي الكومارون بيترز. كومارون بيترز الجزء بتاعنا اللي هو روتينون. روتينون ده بيبقى موجود في يعني موجود في الديركس سبيشيز. الديركس سبيشيز هو insecticidal principle obtained from the dried roots and rhizome of Dareth species. الستركشر بتاعه بيبقى isoflavonoid، في نيوكلس isoflavonoid. النيوكلس اهي الايزوفلافونويد اهي، دي الايزوفلافون. بس هو بيبقى اتنين تلاتة دايهيدروجين ايزوفلافون، يعني هنا ما فيش دبل بوند موجودة في الايه الموليكيول بتاعه اهي. ادي الايزوفلافون اهي الدارك ده، وما فيش الدبل بوند هنا، فبيبقى 2-3 دايهيدروجين ايزوفلافون ديريفاتيف اوبتيند فروم ذا ديريس سبيشيز الروتس بتاع الدرس سبيشيز. والاكسبوجر تو ذا لايت اند اير ديكومبوزد انتو تو ديجراديشن برودكتس اللي هو الديريك والتوباريك اسيد، ودولت بيبقى لهم نو انسكتسايدال اكتيفيتيز. يعني احنا لو حبينا نستخدم هذا الروتينون كانسكتسايدال اكتيفيتيز، لو اتعرض للضوء وللهواء بيتكسر وبيفقد هذه الاكتيفيتي بتاعته. ف المفروض بقى بنعمل ايه، ان هو ريبيت ريبيت سبراي، يعني ريبيت ان احنا نرشه عشان نقتل الحشرات والافات، نعيد رشه كل فترة لأنه بيتكسر. وهنا نقول give reason يعني ليه احنا repeat spraying of these compounds. التست فور ايدنتيفيكيشن بناخد 1 ملي جرام من هذا المركب روتينون، وندوبه في 1 ملي اسيتون، وبنضيف 1 ملي نيتريك اسيد، ونعمل dilution الفوليوم، نحط قد الفوليوم ده ميه، يبقى اذا ايكوال فوليوم اوف ووتر، وليفت فور هاف ان اور فور اوكسيديشن. يبقى هنا اكزام هنا اللي جيف ريزون ليه افتر اديشن اوف ووتر ان تيستينج فور روتينون
the solution is left for half an hour for oxidation او to permit oxidation. طيب بعد كده هو هنحط على هذا المحلول اللي هو كان ايه اللي كان 1 ملي جرام هو ملي اسيتون ومن وان ملي نيتريك اسيد وعليهم قدهم ميه نحط عليهم فيو ملي لترز او 10% صوديوم هيدروكسيد سوليوشن هيديني بلو كولر. اليوزس قلنا ان هو يستخدم للافات الزراعيه وقتل الحشرات وكده فبنقول ان روتينون يوزد ان اجريكا ان از ان اجريكالتشر اند هورتيكالتشر انسكتسايدز اند لارفوسايدز يقتل الحشرات ويقتل الافات. ان هو الاكشن بتاعه بيعمل بيبقى ستومك بويزن، ستومك بويزن بيبقى بويزن بالنسبة للستومك بتاع الحشرات لما يدخل المعدة بتاعها فبيحصل بويزنينج. قلنا انه الروتينون برضو بيستخدم سيفلي في الجاردنز ديجريديشن روتينون بروسيدز ان هو رابيدلي بيحصل له ايه ديجريديشن وديكومبوزيشن بالهواء والهواء والصن الضوء يعني فبنقول ان هو should be repeat spraying every من 10 ل from 10 to 14 days عشان ايه يبقى فعال لانه بيفقد الفاعليه بالتعرض للضوء وللهواء. وبيستخدم فيترينري برضو يعني احنا بنرش على الحشرات بنرش على الزراعه وعلى المحاصيل وعلى المحاصيل البستانيه عشان يقتل الحشرات ويقتل الافات برضو بالنسبه للانيمالز الحيوانات بنستخدم كالارفيسايد عشان يقتل الايه برضو الافات والحشرات اللي بتصيب هذه الحيوانات. اخر جزء من هذه المجموعه من اللي هي النون تربينويد بيترز اللي هو الانهيدرايد بيتر. انهيدرايد ده المركب اهوت اللي هو الكانسريديك اسيد ده هو. بيحصل له انهيدرايد يعني يفقد ايه مولكيول فوتر وتتقفل هذه الرينج ويبقى اسمه ايه ان انر انهيدرايد اهوت والمركب بيتحول من كانسريتيك اسيد للكانسريدين. هذا هو الكانسريدين اللي هو بيبقى الانهيدرايد بيتر بتاعنا. نمره واحد هو لازم تحفظ حاجتين مهمين له ان هو انهيدرايد نمره اتنين ان هو اوف animal origin ده الوحيد اللي احنا بندرسه بيتر برنسبل اوف animal origin بناخده من الايه الذبابه نوع من الذباب اللي هي الذباب الاسبانيه فبنقول انه ان هو اصلا كان موجود كانثريديك اسيد وبعدين بيتحول الى الكانثريدين زي السنتونيك اسيد بيتحول الى السنتونين ده في الايه في المجموعة الأولانية اللي هي التربينويد بيترز. الكانسريدين is the active physicating principle of cancerides or Spanish fly. physicating يعني المادة دي لما ندعكها على جلدنا ونطول شوية أو نعمل إيه يعني الرابنج لونج رابنج ده يعمل ايه فيزيكيشن يعني يعمل بقليل كده فيزيكانتس كوزس فيزيكانتس اللي هي البقليل اللي هي ده بتاع الحرق كده. كانسريدين از لوكلايز شيفلي ان ذا سوفت بارت اوف ذا انسكت موجود في السوفت بارت فقط من الانسكت النمره ثلاثه مش موجود في الهارد بارت وان هذه الحشره دي بيبقى فيها الكانسريدين والكانسريديك اسيد اللي بيتحول الى الكانسريدين. قلنا ان هو بيعتبر انر هيدرايد
وان هو بيبقى دايبيزيك اسيد، لانه جاي من دايبيزيك اسيد اهو اللي هو الاثنين كربوكسيليك اسيد، فهو اوريجينالي من الدايبيزيك اسيد. This for identification one drop of dilute formaldehyde solution mixed مع sulfuric acid نحط عليهم كده يعني فورمالدهايد عليك سلفوريك اسيد نحط عليه بقى كريستال او نضيفه على كريستال اوف كانسر يديم وورم جنتلي يديني بلاك كلر از ديفولب. كانسر يديم از فيري باورفول ايريتنت، بيبقى يعني بيحرق جدا بانجنت جدا، فلا يستخدم انترنالي ما نقدرش نستعمله نشربه، انما هو كان بيستخدم بيستخدم كروبيفيشنت. روبيفيشنت يعني دهان خفيف كده يحمر الجزء فيزيل الالام اللي على مثلا في الالام الخارجيه كده من الجسم، لانه روبيفيشنت بيعمل انكريز البلاد سبلاي لهذه الماتيريال لهذه البارت لهذه الاجزاء فيعمل هيلينج. وان هو بيستخدم كاونتر ايريتنت وفيزيكيت وفيزيكنت. فيزيكنت يعني لو حبينا نستخدمه لبعض الحيوانات وكده خلصنا البيترز وخلصنا هذا الجزء من الفيديو والمحاضرة. والسلام عليكم ورحمة الله.